الهاند ميد او العمل اليدوي مساحة قدرت السيدة السورية انه تحقق بصمتها الخاصة من خلالها، وعلى مدى سنوات اصبحت المشغولات اليدوية ماركة تحمل لمسات سيدات بلشوا المشروع بخطوة صغيرة وبسيطة لتصير فيما بعد الداعم لهم ماديا واقتصاديا. واليوم رح نتعرف سوا على مبدعة جديدة بالمجال، السيدة رانيا النقرية اللي بتختص وبتهتم بمجال الهاند ميد والعمل والعمل اليدوي. صباح الخير واهلا وسهلا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. بونجور. يسعد صباحك. بونجور حبيبتي. سمعتي معجوقة وبالغراض وانه كل قطعة لازم، انه قديش الواحد بيتعذب بالعمل اليدوي، بخاف على كل قطعة مثل اولاده بتحسي. طبعا اكيد هو لانه بتحبي تسلطي الضوء على كل قطعة انت بتتعبي فيها. تاخذ حقك. طب خلينا بالبداية نحكي عن الهاند ميد او العمل اليدوي. عم شوف معك شوي من الاكسسوارات، شوي من شغل الصوف. قديش اليوم فعلا صار في انتشار واسع للاعمال اليدويه؟ قبل كنا نشوف بس ما بهي الكثافه، ما كان مسلط عليها الضوء. هلا يمكن بسبب الظروف، يمكن بسبب الوقت. السيده السوريه هي كثير بحاجه لترفع معنوياتها، تحسن مزاجها، ممكن تروح وقتها بهذا الشيء، بتستفيد، بتدعم حالها، دعم نفسي واقتصادي، بتكون مبسوطة، بتخلي حدا انه نحن قادرين نعمل شيء. فبلشت الفكرة انه نحن نعمل الهاند ميد، نكون مميزين بشيء حلو. اكيد عم نشوف شغل حلو كثير. خلينا نحكي شوي عن السيدة السورية خلال الحرب، قدرت ببيتها او يعني رغم الظروف قدرت بتحقق شيء شغل ومنفعة اقتصادية لها ومادية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، نفوت فيه هيك شوي. تفضل. ايه تمام. قلت لك انه بسبب هاي الظروف اللي مرقت على كل بيت وعلى كل سيدة، كل شيء عندها من جواتها طالعته بشيء هي من يعني هي منها بتحبه، تمام، تدعم حالها. صحيح. نفسيا لحتى تقدر تطلع من الجو اللي هي فيه. وهذا الدعم كثير عم يكون حلو، عم يحسن نفسيتها كثير وعم يفيدها. هو اساسا يمكن هو دعم نفسي ومادي واقتصادي لإلها، معنوي. ايه هو بيرفع يعني معنويات كثير، يعني انه انا عم بعمل شيء، انه حلو انا عم بعمل شيء، ومو شيء مو اي شيء. يعني انت وقت عم تعملي هاي القطع عم تعملي شيء مميز، ما في منه بالسوق، ممكن ما في منه برا. هي اللي بيميز الاعمال اليدويه. خلينا نحكي انت مختصه يمكن اكثر بالاكسسوارات، بس كل هيدا الشيء يدوي فينا نقول. ايه تماما. هذا هاند ميد. خلينا نشوف بعض القطع يدوي نحكي عنها. هلا انا بعمل اكسسوار، هلا اساور، سنسيل. السنسيل هيك مثل ما شايفه معموله من المشغوله بالخيط الشاموا. في منهم مشغولين بالخيط الجلد المبروم، في شيء منهم مشغول بالجلد المطفور. هلا عاملين نحن كذا قياس مع تعليقات برونز، مع تعليقات الفضه، عاملين قياس سكرات، عاملين قياس قصير. حلو. الوسط هلا عن جديد دخلنا على قد الرقبه. تماما. هي على قد الرقبه، هدول هيك على قد الرقبه. التحت السكرات في قياس الوسط يناسب المحجبه، القياس الاطول شوي. عملنا هدول الجداد. هاي القطعة حسيتها كتير مميزة. هذا الشيء من العقيق. عقيق. تمام. حجر عقيق. لاحظي كيف دقة العمل، شوفي الإتقان. هذا كله بده ياخذ من وقتك. أكيد. من 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 اهتمامك. فأكيد رح تطلع قطعة مميزة كتير. هذا كله نحن بنشتغل فيه. يعني هو بيجي قطع طويلة، نحن منفصل وبنعمل. هذا كله حجر عقيق فينا نقول. تمام. هذا حجر عقيق. عندي حجر الفيروز كمان، بحسه حجر مميز كثير. حلو. نعرف اذا فيني طول شيء منهم. تمام. ما بيأثر. في كمان احجار كريمه يعني عم تماما حجر الفيروز، حجر العقيق. الفيروز كثير بيعطي جماليه، ولكن دائما حسب ما بتطلب السيده. يعني احيانا بتطلب عقيق، احيانا بتطلب لولو، تماماً. احيانا بتطلب هذا الفيروز. تمام. انت وقت عم تدخلي الاحجار الكريمه مع الشاموا، هلا الشاموا والجلد شيء من 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 عصرنا هلا. تمام. اما بالنسبه لهي الاحجار العائي والفيروز اشياء قديمه. صحيح. فانت وقت عم تمزجي هذا مع هذا عم تطلع القطعه كثير قطعه حلوه ومميزه. هلا انا بحب البس شيء مميز.
تختلف الأذواق كثير. بحب البس شيء مميز يعني ما بعرف، بحس انه الشيء المميز الخاص فيكي خلص بيميزك عن كل شيء. هلا وكمان دارجه التعليقات المفاتيح عاملين شيء مدخلين مع حبات الخرز الخشب. حلو حلو حلو. كمان هي قطع حلوه كمان فيها فيروز هي رانا. تمام، هي جاي الفيروز مع التعليقه البرونز، عم تجي كثير قطع حلوه وجميله. ايه قطع شيك. ودائما يمكن الحجر الكريم بيعطي ضيفه او قيمه لل ايه برجع بقول لك انت عندك ممزوج شيء شرقي مع شيء جديد. بس نحن عم نشوف مثلا عجقه بالاكسسوارات. تمام. والاعمال اليدويه. تمام. فدائما بدك تعملي يمكن لمسه خاصه لإلك اكيد أو بدك تتميزي او ديزاين خاص. هلا انت لازم كمان لازم تعملي عجقه لانه انت بدك ترضي كل الاذواق. صحيح. بدك ترضي كل الاعمار. يعني انا وقت بعمل شغل بعمل لكل الاعمار، للصبيه للمدام بالضبط، لبنوتات صغار عندي شيء كثير حلو، لبنوتات صغار كمان كربوجين كثير على اللبس، البومه التمبرلاند الريشه بحاول انه لاحق شيء وفيهم فراجه كانه فيهم الورد والوانهم بتناسب الاعمار الصغيره. تمام. بداية انت وقت بتبلشي تشتغلي هاي القصص بتحسي انه شو هاللون معقول نعمل منه سنس؟ ايه كثير حلو. وقت بتعملي هاي القصة عم تطلع كثير حلوة رائعة. شوفي دقة العمل ال 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 فيها اتقان معها. اي تماما كثير. كمان عم نشوف يعني شغل طوائي كمان هلا نحن بفصل الشتاء، كمان في شغلات للاولاد الصغار ومميزة. هلا انا طاقيه عاديه. اي اكيد خلينا نشوفها. انا بشتغل كروشيه صوف. حلو. هذا كمان شغلي. هلا هي الطاقيه بتاخذ كثير وقت. اكيد كثير وقت لتطلع بهي الجماليه. كثير حدا بيشتغل صوف بس مو حدا يعني انت وقت بتشتغلي شيء بتحبيه رح يطلع معك كثير حلو. تمام. عملنا هذا الضفدع الاحول يلي ما عرفان وين عم يتطلع. عملنا عملت البومه النائمه كمان. أيوة عامله شيء لبابا نويل بمناسبه راس السنه. تنعاد عليكم بالخير ان شاء الله. تسلمي لي. بنحكي شوي عن الاساور كمان. كمان هدول الاساور هاند ميد كمان معمولين من الخيط الذهبي، الخيط المطاط الذهبي. هدول مانن معدن على فكره، مبينين معدن. تماما، هي من بعيد بتبين معدن. كمان معاها الفيروز بين الصور لانه بين السنسال من بين السنسلة. هي لا تماما هي خيط مطاط هون الدقه بالقفل حتى لك بالضبط هون. تماما، هذا اللي بيميزك. ما بيميزك الا انت عم تعطي قطعه غريبه جديده. الأهم من هذا الشيء شغلة متقن عم تتعبي. يعني أنا أحياناً بيطلع الصبح علي وأنا قاعدة عم بشتغل مو قدراني أترك هذا الشغل الحلو اللي أنا بتحبي. مستمتعة فيه كتير كتير كتير، ما بتتخيلي قديش بحبه، كتير بنبسط. هون كمان في مجموعة أحجار بتتألف من أحجار الكريستال لتشانجا وأحجار الكريستال الشفافة. في عندي العين وفي عندي احجار عشوائيه واحجار طبيعيه. الالوان لحالهم بيعطوا طاقه. في منهم خلاخيل كمان. هدول بيكونوا اوسع شوي. تماما، اكبر شوي. الخلاخيل جايه مع الليرات البرونز، كثير بيجي حلو بالصيف هيك على الرجل ناعم وتغيير تغيير عن المعدن ويعني شيء حلو. اكيد شيء كثير حلو. وعم نشوف بس كمان في تميز. تفضلي. بس بدي احكي عن هدول كمان ما نسيتهم. بس ما بينسي انسى ولا كل شيء لانه انا بحبهم كلهم. كمان بعمل هدول الاساور. هدول معمولين من حبات الخرز الشاموا. حلو. هذا حجر اجنبي الاسود. تمام. في منه حجر بيلمع بس انا شو اسم الحجر؟ هلا هذا الحجر بصراحه ما عندي فكره عن اسمه. بس بعرف الحجر الاسود هذا. هلا انت وقت بيكون عندك مجموعه احجار بتضيعي انه انت بدك تحفظي هذا ولا هذا، فخلص. بس يمكن صار الجميل التنوع. بتعرفي قيمته. في شيء هيك بالخشب كلهم حلوين. ما عم نشوف شيء بيفرق. في رجالي منسينا الشباب. هلا انا اكيد ما بشتغل فيهم لحالي، معي رفقاتي بيساعدوني، نستشير بعض سوا، حلو. نجتمع سوا مع بعض.
ايه الحمد لله يعني عم نعمل شيء نحن حاسينه مميز وحاسين بقيمته. تمام. شاركتي ببازارات؟ شاركتي بمعارض؟ ايه اكيد شاركت ببازارات، يعني تقريبا من سنه ونحن بالبازارات. حلو. البازارات حلوه كثير، بتعطي لمسه واضافه كثير حلوه كمان. يمكن انت مو قادره يكون عندك محل. مو قادرة بهي الأيام. صحيح. ممكن من طاولة بازار حلوة كتير على ذوقك تعمليها، تنسقيها، ترتبيها، إيه بتعرضي عليها أشياء حلوة ومميزة، الزبونة هي لحالها رح تجي تلحقك من مكان لمكان. هو المميز يمكن الشغل اليدوي دائما، والمرأة السورية بالشغل أكيد. اليدوي. ريان يا النقري متشكرك على وجودك حبيبتي معنا. شكراً. تسلمي. مختصة في الأعمال اليدوية بشكل كافة أنواعها. تسلمي. شغل حلو كتير ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شكراً كتير لكم. تسلمي لي. هلا.